خلاص لو جد في الامور امور كلمني. ياد خلاص بقى ما تهريش، هكلمك بعدين. يلا انطر. سلام. سلام. جنب انت في ايه؟ سحباني زي الجاموسه كده ليه؟ اكيد عايزه حاجه. اه عاوزه. عايزه ايه؟ عاوزه عربيه. عايزه عربيه؟ اه بس والله والله ما هاخد منك غير المقدم بس. لو النبي. طب الاقساط مين اللي هيدفعها؟ هدفعها من جمعيه نصر. جمعيه نصر؟ اه بس طبعا لازم تكون زيرو. كمان زيرو؟ امال ايه يعني؟ يديك يعني ان اختك تروحي ميكانيكي؟ لا ما يرضنيش طبعا. طيب شفت؟ وبعدين العربيه دي مش تبقى بتاعتي لوحدي، اي حد عايز يروح مشوار هديه له. لو النبي. اه والله. طب عيني في عينك اهو، يعني لو حد من اخواتك قال لك هات العربيه تديها له؟ لا طبعا هديله حق التاكسي. طول عمرك ندله وجبانه. هي يا سيد قلت ايه والنبي. ماشي عينيا يا ستي. حبيبي يا اخويا حبيبي ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. انا كنت فاكره يعني انك فاكره ايه؟ جرى ايه؟ وانا عمري بخلت عليكي بحاجه؟ ده انت من ساعه ما اتولدت على ايدي ومحدش عارف ياخدك مني لحد النهارده. يا بنت ده ابوك اللي انت عمرك ما وعيت عليه ولا شفتيه، ده لو موجود لحد النهارده ما كانش حبك قدي. عارفه يا اخويا عارفه والله، بس هقول لك على حاجه وما تزعلش مني. قولي. زمان كنت انت اقرب واحد ليا في البيت ده، ورحاب واحمد ما انت عارف على طول مع بعض وسرهم لبعض، ونصر من كتر خوفها عليا كانت بتقسي قوي عليا. اما انت حضن ابويا اللي بستخبى فيه. زمان لما كنت باجي من المدرسه كنت بتناديلي وتقولي تعالي واحكي لي، وانا كنت بحكي لك وما بخافش منك. بس لما سافرت رجعت واحد تاني معرفوش، والدنيا خدتك مني يا سيد معرفش ليه. ولما انت شايفه ان الدنيا خدتني منك ما قلتليش انت ليه وندهتي عليا عشان اشوفك؟ ما انا جيت لك اهو وندهت عليك وشفتني فرحت قلبي بجدعنتك يا اخويا.